كيف تكون من عباد الله الصالحين؟ عارف كيف تكون؟ ببساطة في كلمة واحدة، ان يكون نفسك في كده. اصلي يا عم الحاج، انت عمرك في حياتك بقالك يجي 10 سنين بتصلي، قلت في سجودك يا رب ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين؟ عمرك قلتها؟ ما قلتهاش، مش على بالك. طب هتبقى منهم ازاي؟ ده سيدنا ابراهيم خليل الله، الرب هب لي حكما والحقني بالصالحين. سيدنا سليمان، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سيدنا يوسف، توفني مسلما والحقني بالصالحين. لا امشي بقى واحده واحده كده على كل الانبياء، تلاقي كل نبي قال وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كل الانبياء بلا استثناء. انت ما طلبتهاش، اطلها ازاي؟ اذا لما واحد تطلب تتمناها، تشتهيها، تستشرف لهذه المنزله، نفسي. ولما تستشرف يبقى قدها بقى. تيجي تبص لواحده عريانه في الشارع تقول ايه يا راجل، عيب عليك، وتقول لي عباد الله الصالحين، فتتكسف وتبطل. صح كده ولا لا؟ تلاقي نفسك هتدخن سيجاره. سيجاره؟ طب هو عباد الله الصالحين ربنا يشوفه في ايده سيجاره؟ ملائكه تشم ريحه بق وحشه ينفع؟ وهكذا هتصدع بقى. هت ايه بعد البدايه دي؟ البدايه الاولانيه تستشرف القصه اللي بقولها كتير. ها بقولها كتير جدا، ان واحد عدى على معرض سيارات كده عندكم على الكورنيش هنا، فبص على العربيه كده فعجبته، فصاحب المعرض واقف قدام الباب فقال له عجبتك العربيه دي؟ قال له اه. قال له عايزها؟ قال له نفسي. قال له والله لو عايزها بجد اديها لك. قال له والله عايزها بجد. الفلوسها فين؟ قال له معيش فلوس. قال له يبقى مش عايزها بجد، انت بتهرج. اللي عايزها بجد يبقى معاه ثمنها. فلذلك برضه نفس الشيء، عايزها بجد تبقى ده. يعني عايز تبقى من عباد الله الصالحين بجد تبقى ايه؟ تبقى ده. عباد الله الصالحين دي يا جماعه محتاجه عدد ذكر معين، استغفر الله، الصلاه على النبي، والتسبيح والتهليل والتكبير، عدد ركعات معين، عدد صدقات معين، عدد معين لازم تأديه، ساعتها تترقى للدرجة دي. مش لعبة، هي مش لعبة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللهم اجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الساعة ساعة إجابة، استجب فيها دعاءنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين.